حسني شكرون وبدي الزيارة راهم في دار حق مرحومي من اللي اختارونهم يا حلو معلومهم غادي تستحلو يا فكر غادي تستحلو يا باشا غادي تستحلو اليوم يعني ولاية وهران أرفت عملية ترويجية للألعاب العربية التي ستنظم من 5 إلى 15 جوان المقبل، وهذه المبادرة هذه جات يعني من طرف المرصد الوطني للمجتمع المدني، ونظن باللي باش يعني كنتوا شفتوا الاستجابة تاع يعني كل ممثلي المجتمع المدني من جمعيات وناشطين، وشفتوا كذلك يعني تجاوب المواطن او الوهراني مع هذا الحادث هذا، والكل يشهد على ان وهران جاهزه، وعلى ان حتى يعني المنشات الرياضيه التي ستحتضن التظاهره هي منشات رياضيه بمواصفات عالميه.